الخير من جديد لكل مشاهدي تلفزيون سوريا. هلا وصلنا لفقرة 100 ثانية مع ضيفنا الكاتب والصحفي خطيب بدلي. مساء الخير استاذ خطيب. مساء النور. مساء الخير استاذ. يا هلا يا هلا. خلينا نحكي بداية عن الفكرة اللي محضرنا اياها لفقرة اليوم. اليوم بدنا نوجه تحية للكاتب الكبير الاستاذ شوقي بغدادي. وبندعي الله يطول بعمره ويضل في قمة العطاء والأوج. نحن أخذنا قصيدة له هو منشورة، وأنا باعتباري أحد تلاميذه ألقيتها يعني أنا بصوتي فخلال 100 ثانية طبعا رح نشوفها سوا أكيد. يلا خلينا تابع. انظر إلى دمشق عند الفجر لا تخف، انظر إلى الضباب يستبيحها، واشهد صقيع الصمت يستكين في ضلوعها، واغرق كما سفينة ضائعة في لجة الظلام. تخالها؟ ماذا تخالها؟ ماتت ترى أم أنها سلطنة المنام؟ هذه إذن دمشق أم أنها مدينة الأحلام؟ لا لا، دمشق لا تنام. أنصت إلى دويهم وانشق دخان نارهم، واسمع ولاويل النساء تستغيث بالإله والرسول، والمسيح يندب الإسلام. اسمع تهاليل الذين يؤمنون بالهدى والسلام، واسمع عواء الذئب والنواحة في تخشيبة الحمام. ماذا سمعت الآن؟ قل لي، هل سوى البوق الذي ينفخ للقيامة التي في آخر الزمان تفصل ما بين الحلال والحرام؟ هذه دمشق فاستفق كما استفاقت دفعة واحدة ومرة أخيرة كي لا تنام بعدها، لأنها دمشق بداية التاريخ والختام. واضح أن قصيدة مميزة، هل التميز تبعها برأيك جاي أنه هي فعلاً لدمشق مثل ما كان واضح معنا، ولا لأنه هي لشوقي بغدادي أصلاً؟ لا لا، هو طبعاً شوقي بغدادي شاعر كبير يعني، وهو غني عن الوصف وحتى غني عن المديح يعني. هو حينما يكتب قصيدة تشعرين وكأنه طائر يغني يعني، وبما أنه ينشد لدمشق فهنا ترتفع لديه الحالة إلى الحالة الشعرية إلى الحد الأقصى، لأنه من أكثر عشاق دمشق عبر يعني في الشعر شعريا. فوجدنا كم هو ظريف ولطيف ومحب وعاشق، وهو في هذا الليل المستيقظ في الليل يصف دمشق، تتخيل له خارج الغرفة ماذا يحدث. كل شيء في دمشق كأنه وجدان شوقي بغدادي، كأنها دمشق موجودة في وجدانه بشكل لائق. أدبيا وفنيا شو أكثر شيء بيميز شعر شوقي بغدادي؟ هنا نلاحظ أنه يكتب قصيدة التفعيلة مع موسيقى مع قافية تأتي يعني في نهاية كل مقطع، وليس عمودية يعني القصيدة، وهذا نوع من التغريد يعني ذو الإيقاع الهامس يعني، ليس إيقاعا مثل إيقاع قصيدة العمودية بوم بوم، لا هو إيقاع هامس يتناسب مع حالة البوح التي رغم أنه يمكن بجيله لا يعني الأستاذ شوقي بغدادي يعني بدأ بعد فترة متأخرة نسبيا شوي شعر التفعيلة وفيما بعد قصيدة نثر، لأنه ما شاء الله يعني متمنى له طول العمر أستاذ شوقي يعني مواليده يعني يمكن هو 1928 وفي سنة 1951 تخرج من الجامعة، وفي تلك الفترة كان مشاركا في تأسيس رابطة الكتاب السوريين. يعني نحن في سنة 2012 أسسنا رابطة الكتاب السوريين في المنفى، ولكن المؤسس الأول لرابطة الكتاب السوريين هم مجموعة من الأدباء الكبار كان بينهم شوقي بغدادي، وفي سنة 1954 أصبح هو رئيسا للرابطة بعد أن أصبح رابطة الكتاب العرب بدلا من رابط كتاب سوريين. وفي سنة 1952 أصدر هؤلاء
المجموعة من الكتاب مجموعة قصصية عنوانها درب إلى القمة، كان مشارك فيها حسيب كيالي ومواهب كيالي وشوقي بغدادي وآخرون طبعا، وكان رئيسها أول ما تأسست هو مواهب كيالي، هو الشقيق الأكبر لحسيب الذي توفي سنة 1977 في موسكو. طبعا هذا تاريخ قديم ولكنه تاريخنا، يعني هم هؤلاء الناس خرجت سوريا من تحت الانتداب الفرنسي بسنة 1946، في سنة 1951 كانوا يبدأون ببناء المؤسسات المدنية الديمقراطية، يعني حتى كانت رئاسة الرابطة بالانتخاب في ذلك الوقت. يعني الخمسينات فترة ذهبية يمكن بسوريا بما في ذلك على صعيد الحركة الثقافية. طبعا طبعا، وفي تلك الفترة يعني بالمناسبة يعني جاء شعراء كبار من لبنان غنوا لدمشق أيضا، ليس فقط يعني شعراء سوريين. أنا كنت بدي أسألك عن هذا الموضوع، عن حضور دمشق بالشعر العربي بشكل عام. نعم، يعني هلأ مثلا أخوين الرحباني ألفوا قصائد لدمشق من أبدع ما يعني سمعنا في الشعر العربي، وأيضا سعيد عقل يعني شاموا يا ذا السيف لم يغبي يا كلام المجد في الكتب، يعني في بيت واحد عند سعيد عقل الشام هي السيف الدفاع عن النفس وهي كلام المجد في الكتب. هنا في قصيدة شوقي دمشق يا بداية التاريخ والختام، أيضا هم ينظرون إلى دمشق على أنها حالة تاريخية متجددة، ليست حالة تاريخية أو حالة بين المدن جديدة، أو هي بداية التاريخ والحيطة. يعني تتجاوز موضوع الجغرافيا كمدينة دمشق كمركز حضاري، وشوقي بغدادي ابن دمشق صحيح؟ طبعا، بس أنا أحب أن أقول أن شوقي بغدادي له مجموعة من الكتب، أريد أن أذكر بعض عناوينها. طبعا، أكثر من قلب واحد، بين الوسادة والحلم، ليلى بلا عشاق، عودة الطفل الجميل، رؤيا يوحنا الدمشقي، وله مجموعات قصصية منها بيتها في سفح جبل ومهنة اسمها الحلم، وله كتب أدبية يعني نثرية مثل قلها وامشي، وهو حائز على عدة جوائز في الشعر وفي القصة أيضا، هو قاص من الطراز الرفيع إضافة لأنه شاعر من الطراز الرفيع، وهو كان يكتب نشيد وطني، أناشيد وطنية، وفاز بجائزة للنشيد الوطني. حلو. وأنا أكرر كل ما تحدثت عن شوقي بغدادي، أنا شخصيا هو أستاذي وصديقي أيضا. نوجه له تحية ونتمنى له طولة العمر طبعا للشاعر والكاتب شوقي بغدادي، وشكرا جزيلا لك على هاي الإضاءة أستاذ خطيب بدلي. شكرا لك، وأكيد هلأ رح نروح مع المشاهدين لنشوف آخر فعاليات السوريين حول العالم بروزناما. عديدة لسمعنا بالساعة الثانية من برنامجنا لمش من خليكم معنا.